سيدة أم حبيبة من البحيرة، تتفضل. لو سمحت يا شيخنا، أنا عايزة أسألك سؤال. اتفضلي اتفضلي. كل سنة وحضرتك طيب الأول، وكل سنة وحضرتك طيبة، بس يبدو إن أنا بس هبقى يعني محتاج إن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون لو تكرمت. والله أنا بقلع التلفزيون خلاص يا شيخ. طب اتفضلي يا فندم. عايز أسأل حضرتك، إيه تنصح إيه واحدة عملت كل حاجة مع زوجها وساعدته ووقفت جنبه في كل حاجة، وبيعاملها معاملة وحشة ما بدهاش حقوقي، وعلى طول ضرب وإهانة وشتيمة؟ ده أول سؤال. طيب هما الفرق السن بينهم قد إيه؟ فرق السن؟ آه مش ياما. يعني كام مش ياما؟ من عارف إن هو مش ياما، يعني مش ياما كام؟ 10 سنين مثلا؟ لا مش 10 سنين، أقل. 8 9 10 7 كام؟ هي عندها 25 سنة. وهو؟ هو أكبر منها بس معرفش الفرق الجدية. طيب ماشي، وأدي أدي أول حاجة. طيب هو اتجوزها إزاي؟ اتجوزها حد كان مرشحها له واتجوزته، وهو كان حاله كده ولا حاله اتغير؟ لا هو كان حاله كويس، هو كان كويس بس هو اتغير. اتغير. هو مدة الجواز كام سنة؟ بينهم زي 9 سنين أو 10 سنين. 9 سنين. اتغير من كام سنة؟ من بعد الجواز ب4 سنين مثلا؟ أي. طيب ماشي، كملي السؤال التاني بقى. السؤال التاني، هل لو أنا ساعدت جوزي مثلا في المعيشة وطلعت اشتغلت، احنا فلاحين وكده، ده حرام؟ طيب هو مش موافق ان انت تخرجي تشتغلي صح؟ لا هو موافق. طيب. لان انا كان عندي حاله نفسيه وكده، فتعبانه وما بقدرش اشتغل شغل البيت وكده، فيعني ايه في شغل انا ما بقدرش اشتغله مثلا البهايم والحاجات دي. صح. ما بقدرش اعمل كده الكلام ده. طيب خليني اجاوبك على السؤالين يا ام حبيبه. اول سؤال يا ام حبيبه، انت واضح دلوقتي ان زوج حضرتك بيتعامل معاكي بطريقه فيها نوع من انواع ان هو مش عارف يتصرف معاكي، وهو طبعا لازم نقول ان الضرب ده جريمه وحرام وكبيره، الضرب بهذه الطريقه جريمه. فالضرب اللي بيكسر فيه او يجيب حاجه ويكسرها على فلان او يشق، ده كله ده جريمه، فلازم نفهم ده. ومفيش اي مبرر شرعي لده. الضرب اللي فيه واحد بيمسك عصايه ويفضل يفحت في اللي قدامه ولا يفضل يلطش له بالاقلام ولا ده جريمه. طيب نيجي بقى، هو ليه بيتعامل مع حضرتك كده؟ لان هو ما عندوش حيله، مش فاهم، مش عارف يعمل ايه، وزي ما انت كمان انت مش عارفه تعملي ايه. فساعتها بيبقى واجب ان احنا ناخد بعضنا كده ونروح للارشاد الزواجي. فالحل ان حضراتكم تتفضلوا. كل الاسئله اللي سالتها لك دي انا عارف بيكون سببها ايه، سببها ان ما احنا مش شايفين حل، فلازم حد يتدخل عشان يغير المسألة دي. أما الزوجة، هل إذا ساعدت زوجها يبقى دوت حلال؟ ده مش حلال وبس، ده الزوجة إذا ساعدت زوجها ده منة، وربنا سبحانه وتعالى يجعلها من أصحاب الفضل، فيعاملها الله سبحانه وتعالى بالفضل والإحسان. هي لو عملت كده هتكون من أهل الإحسان، وإن شاء الله ربنا يجازيها بالإحسان إحسانا إن شاء الله.